يعتبر مسبح الزرقاء منتزها طبيعيا على بعد كيلومترات من مدينة تطوان، حيث يقع وسط غابة جبل غورغيز الذي زاد من رونق وجمال المنطقة. ومن جهة أخرى، الصخور العالية التي تنبثق منها شلالات والعيون التي تتميز بمياهها العذبة.
ارتبط اسم بونان لدى أهل تطوان بالعين التي تتدفق مياهها العذبة على مر فصول السنة، مما يجعلها مكانا جدا متميز يتخذه سكان تطوان للتنزه والترفيه عن أنفسهم واستنشاق هوائها ونسيمها العليل والتمتع بطبيعتها الخلابة. تتميز مدينة تطوان فضلاً على شواطئها المتوسطة الفسيحة ومدينتها العتيقة بجبالها الهادئة وبغاباتها التي تضفي سحراً ورونقاً على المنطقة. ومن ضمن هذه الأماكن الجميلة التي يقصدها الزوار هي منطقة الزرقاء ومنطقة بعنان.